السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم، معكم ميس هبة رجب. النهاردة إن شاء الله سنة رابعة معانا إيه اختبار شهر فبراير من كتاب المعاصر على مقرر شهر فبراير، صفحة 87 بي نمبر 87. النهاردة إن شاء الله نحل الاختبار مع بعضنا يا ولاد، مراجعات كتير نزلناها للإنجليش، وكمان جميع المواد امتحانات ومتوقعة ومراجعات ليلة الامتحان، حاجات كتير جدا موجودة في قائمة تشغيل الصف الرابع عشان نقفل امتحان فبراير بإذن الله. فدلوقتي احنا هنحل اللي هي الاختبار الموجود في كتاب المعاصر. وأول سؤال معانا بيقول لي listen and circle the correct answer from A, B, C or D. هنسمع النص الاستماعي يا ولاد، وبناء عليه هختار الإجابات الصحيحة من A, B, C or D. يبقى متنسوناش يا ولاد في لايك للفيديو واشتراك في القناة وتابع على صفحة الفيسبوك عشان أسألكم إن شاء الله كل جديد. نسمع نص الاستماع مع بعض. بيقول لي إيه بقى النص؟ I was very nervous at my first day of school. أنا كنت متوتر جدا في أول يوم ليا في المدرسة. I lived in Luxor. كنت عايش في لوكسور. I didn't want to go to school. لم أكن أريد الذهاب إلى المدرسة. I put on a blue t-shirt. ارتديت تيشيرت لونه أزرق. I carried my backpack. وحملت حقيبة الظهر لحقيبة المدرسة. Mom and I walked to school. وأنا وماما اتمشينا ورحنا لحد المدرسة. نمبر 1 بيقول لك I was very not at my first day of school. كان بيشعر بيا يا ولاد أول يوم ليه في المدرسة. happy بالسعادة، delighted السرور، nervous التوتر، quiet الهدوء. طبعا كان يا ولاد كان nervous. بيقول لي I lived in، أنا كنت بعيش فيه، أسوان، لوكسور، جيزة، سويس. طبعا كان فين يا ولاد؟ كان في لوكسور. I put on a new t-shirt. I put on a new t-shirt. انا برتدي تيشيرت ايه؟ يلو جرين بلو بلاك. يلو جرين بلو بلاك. طبعا التيشيرت كان ايه يا ولاد؟ بلو. ماما انت اي ماما وانا نقعد تو سكول. ماما وانا ايه تو سكول؟ ران ووكد ولا جامبد ولا دروف. طبعا ايه يا ولاد؟ كانوا ايه ذهب وايه ماشي الى المدرسه. السؤال الثاني تشو ذا كوريكت انسر فروم اي بي سي اور دي. وي نقعد ديورينج ذا داي رمضان. أثناء النهار في رمضان احنا بنعمل ايه؟ بنعمل ايه أثناء النهار؟ بلاي ولا ايت ولا فاست ولا سليب؟ طبعا يا ولاد فاست، نصوم. وي كولر نوت، نشم النسيم. في شم النسيم بنلون ايه؟ بنلون بريت الخبز، اكس البيض، ديزرت الصحراء ولا فيش السمك؟ طبعا بنلون الاكس. ان ذا سيتي في المدينة زير ار ميني هاي. الا عالف المدينة هاي ايه؟ ليكس بحيرات، ريفرز انهار، بيلدينجز مباني، بلانتس اللي هي الكواكب. طبعا في اولاد بيلدينجز مباني اللي هي العمارات. فور وي ايت رايت فيش اند جرين اونينز تو سيلبريت. بناكل سمك مجفف وجرين اونينز بصل اخضر تو سيلبريت عشان نحتفل بايه؟ هنحتفل بعيد الفطر ولا رمضان ولا شم النسيم ولا شوال؟ طبعا بناكل ايه يا اولاد؟ بصل و السمك المجفف اللي هو الفسيخ في شم النسيم. السؤال الثالث يريد ان كان بليز ذا تيكس ويز وردس ان ذا بوكس. شوبنج اللي هو التسوق، ستور متجر، جاز اللي هو الوقود، فوتوز اللي هي الصور، الكتريسيتي الكهرباء. وي ار دوينج هيستوري بروجكت. نحن نقوم بعمل مشروع تاريخي. ان سكول في المدرسه اباوت اور تاون عن مدينتنا. We looked at all the نقط. نظرنا عليه يا ولاد على الصورة القديمة. نظرنا إلى الصورة القديمة. We spoke to our older neighbors. اتكلمنا مع الجيران ايه كبار السن. All the cars were cars. السيارات زمان كانت تعمل بيها ولاد بالوقود جاز. They were very noisy. كانت مزعجة جدا. اور تاون مدينة نهاية اناط اريا. كان فيها اي شوبينج اريا، منطقة تسوق. but it was very old. كانت قديمة جدا. dad worked in a show. الاب كان يعمل في شو يا ولاد؟ شو الصور محل ايه؟ احذية. on Fridays today اليوم we have a big modern shopping mall and we use electric cars. الوقت بنستخدم سيارات تعمل بالكهرباء. Question number 4 read the tickets and answer the questions. عيد الفطر is a Muslim festival واحتفال إسلامي. The month before عيد is called Ramadan. الشهر اللي قبل العيد يسمى رمضان.
الرمضان مني مسلم ذا فاست، فاست يعني يصومه during ذلك أثناء النهار. This means they don't eat or drink until sunset، معناه اللي ولا بياكلوا ولا بيشربوا حتى غروب الايه ولا الشمس حتى الغروب. In the months of رمضان في شهر رمضان people think about the past year، بيفكروا في العام الماضي. They think about the things they did well، الحاجات اللي ايه ادوها بشكل جيد. And the things they want to do better، الحاجات اللي عاوزين يحسنوها. It's also a time to help other people، ده وقت ايه مساعدة الآخرين. Eid happens، يحدث العيد. In the first day of the 10th Islamic month، في الشهر العاشر الهجري أو الإسلامي. اسمه ايه الشهر ده يا ولاد؟ كولد شوال، يسمى شوال. يبقى العيد في أول يوم من الشهر العاشر الهجري، وهو ايه يا ولاد؟ شوال. Eid is a time of celebration، عيد وقت الاحتفال. And for being happy، وأن نكون سعداء. Choose the correct answer from A, B, C or D. Number one، the main idea، عن الفكرة الرئيسية. Of the text اللي النص says A، عيد الفطر ولا شم النسيم ولا كريسماس تري ولا سمر هوليدي. طبعا هو بيتكلم على ايه يا ولاد؟ بيتكلم على عيد الفطر. The underlined word fast means، معنى فاصل يا يصوم انك ايه؟ لا ايه؟ لا سليب، لا تنام ولا ران ولا ايت ولا استري، طبعا ايه؟ لا تاكل. Answer the following questions. Summarize يعني لخص. The text in one sentence، لخص لنا النص كله في جملة. اهي. عيد is time of celebration and for being happy. العيد وقت الاحتفال وان نكون سعداء. وين ايه عيد الفطر؟ امتى عيد الفطر؟ اهو يقول اللي قدامنا عيد الفطر. It happens in the first day of the 10th Islamic month called شوال. لحد هنا كده يبقى دي 3 ودي 4. عيد happens in the first day of the 10th Islamic month called شوال. السؤال الخامس، read and write the correct form of words between brackets. He has a packet of pizza. لا، a slice، شريحة من البيتزا. I make a sand castle on the beach last summer. last summer الصيف في الماضي. يبقى أنا كده عايز الفعل أخلي في الماضي. الماضي من make يا ولاد، made. They both اشتروا a nugget of juice، a carton، علبة كرتون من العصير. She wake up last yesterday، استيقظت ايه متأخرا. الماضي من wake، walk. بانكت ويرز ذا فولوينج، هبدأ بالدي كابيتال. Do you like going to the beach؟ هل تحب الذهاب إلى الشاطئ؟ ده سؤال، بمعنى هل. فنحط كويشن مارك لما الجملة تبدأ يا ولاد بأي فعل مساعد كده، معناه إيه؟ سؤال بمعنى هل. Write a paragraph of 18 words using the following guiding elements. تتكلم على أول يوم لك في المدرسة. Your first day of school. How did you feel؟ كنت بتشعر بإيه؟ What did you put on؟ هتقول I was very nervous، كنت متوتر جدا. at my first day of school I lived in، المكان اللي كنت عايش فيه مثلا ايه؟ كايرو، كنت عايش في القاهرة. I didn't want to
لم أرد الذهاب إلى المدرسة. I put on a blue t-shirt and مثلا جري بانتس، بنطلون رمادي. بعد كده نقول مثلا I carried، كنت أحمل my backpack بالودان المدرسة، مثلا أمي مام and I walked to school، مشينا للمدرسة. وكده يا ولاد حلينا اختبار شهر فبراير من كتاب المعاصر للصف الرابع. مراجعات كتير نازلة يا ولاد، جميع المواد وامتحانات متوقعة. تابعوني بس كده، افتحوا كاميرا تشغيل الصف الرابع ان شاء الله، تقفلوا جميع المواد. بتمنى يكون نجاحي برضه توفيق يا ولاد. كانت معكم ميس هبة رجب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.